فوجئت ايه ده، بفتح الابلكيشن من الابس مش هقول لك اسمه، الاقي الاغنيه اللي معموله ايه، انت شوجري، ايه انت شوجري يا جماعه، ولا استغفر الله حاجه بتتعمل صوت استغفر الله، معروف ان دي حاجه مش كويسه يعني زي شتايم وكده، وبقى ترند، بقى ترند بتاع سكرول سكرول، ايه ده كله بيعمل وانت شوجري واضرب ايه، انا بالاسفاف ده بالطريقه دي وبالشتايم اللي بتتعمل ديت بالصوت اللي بيطلع استغفر الله من المناخير ولا من البق استغفر الله، وده بقى الناموس. انت تيجي تعيل بقى، تعالى هنا ما تربي عيل وتقول له، ولا تربي زوجه على القيم وبتاع وتقول لها، تقول لك علم ايه وشغل ايه، نتنحر في هندسه ولا نتنحر في كليات وبتاع، وهو اللي بيعملوا كذا ونعمل لنا ترند ونطلع ناس، ده بقى الرمز. فتطلع يقول لك اصل الاعلاميين طلعوا، اصل فلانه قالت، بالعشرات بالعشرات، انا ما بتكلمش على حد بعينه، بالعشرات والله العظيم صدقوني، ويطلعوا يفتم ويخربوا البيوت. يا اما تبقى المراه خلاص بقت في مرحله المازوخيه اللي تتحمل الـ يعني الضرب والاهانه، اعمل ايه؟ امي قالت لي وابويا قال لي والمجتمع، او يبقى زوج بيتحمل اهانه من زوجته ويقول لك هعمل العيال، هعمل العيال هتشردوا، ويتحمل اذى بسبب فتاوى لناس ماهيش خبره، لناس ماهيش خبره وغير ثقه وغير مؤتمنه، حتى لو كان الشيخ فلان، يعني ما تنفعش تحكم على العام، انا بقول لك اهو ما ينفعش تحكم، كل مرحله وكل شخص له حالته، وكل حاله لها على حسب نوع الشخصيه اللي موجود، على حسب نوع تلقي الايمان وتلقي الفرد من ربنا. احنا مش هنكره الناس في الدين وفي ربنا، بالراحه كل حاجه بالراحه وبخطوات وبالحب وبالتحبيب، والنبي عليه السلام وصل كذا، وقول الله عز وجل قال كذا، طب ما بالراحه بكذا، لكن توصل ان انا احبس واحده وفي الاخر اقول اصلا مش قصيره، اصلا هي ما عملتوش، ايه الزمن اللي احنا فيه ده يا بشر؟ ايه الزمن ده؟